اتجوزت اختي يا مصطفى؟ اختك اميرة. يا نهار اسود اميرة. شاب يتزوج اخت مراته والزوجة حصل لها اللي محدش يتوقعه. يا ريت قبل ما نبدأ احداث القصة كلنا نصلي على النبي. بقولك ايه، اقفلي دلوقتي عشان مراتي دخلت البيت. يلا سلام. أميرة إيه اللي معادك كده؟ أنت لسه برضه بتدور عليها؟ مش لاقيها يا مصطفى، وهفضل أدور عليها لحد ما ألاقيها. طب هي دلوقتي غايبة بقالها 15 سنة، أنت كل يوم بتنزلي تدور عليها؟ مش هتوصلي لحاجة صدقيني. أنا قلبي حاسس يا مصطفى إني هلاقيها. نفسي أشوفها يا مصطفى، وحشتني أوي. دول 15 سنة، أكيد ملامحها اتغيرت دلوقتي، حتى لو شفتيها مش هتعرفيها. لا، لو في وسط مليون يا مصطفى، مش هحس بيها. طب بص، أنا هقول لك على حاجة، لو ربنا أراد إنك تشوفيها، والله هتشوفيها من غير ما تتعبي نفسك، أنت كده بتيجي على نفسك وبتزعلي نفسك. يا رب، أنسى حضنها، وحشتني أوي يا مصطفى. أنا حاسس بيك وحاسس باللي أنت بتمر بيه. طب وآخرتها إيه؟ والله لو اقدر اساعدك كنت عملت كده، بس انا مفيش في ايدي حاجه اعملها. ربنا موجود. طب والله ما تعمليش في نفسك كده. عايز يشوفني؟ ماشي. ازيك يا رضوى، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ تمام والله الحمد لله. انا كنت بس حابب ان انا اشوفك واطمن عليكي. ربنا يخليك والله. بس ما شاء الله انت زي القمر والله. تسلمي والله، انت زي القمر. ان شاء الله هنتقابل قريب، يعني انا بظبط الدنيا اهوت وهاجي لك باذن الله. امال انت فين كده؟ انا اهو في الشقه بتاعه القمر. طب بقول لك ايه، ثانيه واحده بس كده، هدخل ابص على مراتي اشوف نايمه ولا صاحيه احسن تطب عليا. وانت خايف منها كده ليه؟ ممكن يحصل لي مشكلة. ماشي، بس لو ضبط هيحصل مشكلة. خلص بقى، انجز يا بنتي. ثواني بس، ثواني بس، هشوف مراتي صاحية ولا نايم. خليكي بس معايا. الحمد لله نايم. بقول لك ما توريها لي كده. لا اوريكي ايه، مش هينفع خالص. ليه طيب؟ عايزه اشوفها. قولي لي بس انت عايزه تشوفها ليه؟ عادي يا مصطفى، يعني عشان اشوف مين الاحسن، انا ولا هي، واشوف ذوقك برضه. لا طبعا يا حبيبتي، انت الاحسن، ده انت زي القمر. ربنا يخليك يا مصطفى. يلا يا حبيبتي، مش عايزه اي حاجه؟ لا يا حبيبي. مصطفى، كيف الاستاذ شكرا لك يا حبيبي. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي. استأذن مصطفى. هو انت لازم تروح السفرية دي؟ ايوه لازم اروح السفرية دي يا اميرة. انت عارفة ان انا مستني الفرصة دي من زمان، وانا قاعد بقالي فترة كبيرة جدا من الشغل، وما صدقت ان انا اجيلي السفرية دي. وما تقلقيش، مش هتأخر عليك. بس انا محتاجك قوي يا مصطفى الايام دي، عشان خاطري ما اسافرش. والله انا صعبان علي ان انا مش واسيبك، بس انا قاعد بقالي فترة من غير شغل، وما صدقت ان السفريه دي جاتلي. طب خدني معاك يا مصطفى. هاخدك معايا ازاي بس يا اميره؟ هو مش هينفع، لان طبعا انا لسه جديد في الشغلانه دي ومفيش استقرار. اكيد لو ينفع ان انا اخدك فانا
بس هقولك على حاجة، أوعدك أول ما أظبط أموري هبعتلك تجيلي على طول، لأن طبعاً أنت عارفة إن أنا مقدرش أستغنى عنك، وهستأذنك بقى عشان أنا كده هتأخر. مصطفى ابقى كلمني وأنت ماشي في الطريق. حاضر. وما تنساش تجيب لي حاجة حلوة معاك. ماشي يا هنال. يلا سلام. السلام عليكم يا بنتي. تعال تعال عشان محدش يسمع بينا. تعال في ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ حرام عليك يا بنتي. هو انا مش قلت لك ما تجيش هنا؟ انت ده انا ابوكي. حرام عليك مش عايز اشوفك. حرام عليك ده انا ابوكي. ابويا ايه؟ ابوكي. حرام عليك. انت ولا ابويا ولا عايز اعرفك. ايه انت فاهم ولا لا؟ لا. انت لسه انت عملت فينا ايه؟ انت حلم تعطيك يا بنتي. حرام عليك. مش عايز اشوفك. ما تجيش تاني. انت نسيت اللي انت عملته فينا؟ حرام عليك يا بنتي. نسيت اللي انت عملته فينا؟ أبوك. والضرب اللي كنت بتضربه للبيت؟ ابوكي. بقالي 15 سنة مش لاقياه. ابوكي. حرام عليك. مش عايز اشوفك. انت نسيت انت عملت ايه؟ تعالى اطلع بره. اطلع بره. امشي. اطلع بره. يلا. امشي. واوعى حسك عيني. تعرف البيت ده تاني. تفهم؟ حرام عليك. انت اللي وصلتني لكده. ما كنتش عاوزة اعمل كده. انت اللي وصلتني لكده. اي اميرة اي هرن عليها. ايه الاكونت الغريب ده؟ الو الو اميرة معايا؟ ايوه انا رضوى. رضوى؟ رضوى اختي؟ انا عايزه اقولك ان انا تعبت قوي لحد ما جبت الاكونت بتاعك بجد والله انا طالع عيني. رضوى يا حبيبتي انا بقالي 15 سنه بدور عليكي يا رضوى. انت وحشتيني قوي وعايزه اشوفك. وانت كمان والله العظيم وحشتيني جدا جدا. وطمني والله انا عايشه عيشه حلوه جدا والدنيا كلها يعني ظبطت معايا وكمان انا عايزه افرحك انا هتجوز بجد. اه والله. الف الف مبروك يا رضوى. الله يبارك فيك يا حبيبتي. بس عايزه اشوفك يا رضوى قبل ما تتجوزي. اكيد طبعا. هو خلاص هو هيجي ويكتب عليا وهننزل على طول مصر. يا روحي الف الف مبروك يا رضوى فرحتيني. الله يبارك فيك يا حبيبه قلبي. بس في مشكله صغيره. يعني ايه هي يا حبيبه قلبي قوليلي؟ هو متجوز. طب وهي ايه المشكله؟ يعني حاسه ان انا اتسرعت شويه. لا يا حبيبه قلبي ما فيهاش اي مشكله خالص يا رضوى. وبعدين الشرع بحل الاربعه. ايه حبيبتي؟ هو عاوز يتجوز ليه تاني؟ يعني عشان مراته ما بتخلفش وكده. هو نفس السبب. بس انا عمر مصطفى ما يعمل فيا كده ابدا. حبيبه قلبي ربنا يخليكوا لبعض يا رب. ويخليكي يا حبيبتي واشوفك سعيده يا رب. يا رب يا حبيبه قلبي وان شاء الله اشوفك قريب جدا جدا. ماشي يا رضوى في رعايه الله يا حبيبتي. ايه يا حبيبتي؟ ايوه يا مصطفى. عندي ليكي خبر هيفرحك قوي. خير يا حبيبي؟ انا نازل النهارده ان شاء الله. بجد؟ بجد والله. تجيلي بالف سلامه يا رب. خلي بالك من نفسك يا مصطفى وانت جاي. ماشي مع السلامه. في رعايه الله يا حبيبي مع السلامه. ما تخلصي يا حبيبتي كل ده بتتمكيشي. انا طالعه اهو. تفتكروا رد فعل الزوجه هيكون ايه لما مصطفى يرجع لها بمراته التانيه؟
تعالي نورتي يا عروسة. ربنا يخليك يا مصطفى، النهارده اسعد يوم في حياتي. يا ام زين يا عسل. مصطفى لسه بدري على زين، انت مستعجل على ايه؟ مصر كلها نورت يا ام زين. وده نورك. ممكن بس اعمل حاجه؟ اتفضل يا مصطفى. ايه الحلاوه دي؟ اجمل عروسه يا ام زين. ربنا يسعدك. سمعينا زغروطه بقى يا عروسه. رضوى اميره، انت اتجوزت اختي يا مصطفى؟ اختك اميره. يا نهار الاسود، اميره اختي مصطفى. خلاص كده تمام، متشكر لحضرتك جدا يا دكتور، اتفضل. يعني أنا يوم ما أشوفك يا أميرة أشوفك في الوضع ده، ويوم ما أتجوز يبقى جوزك، دنيا غريبة. دكتور الدكتور طمني، هو إيه اللي حصل لها؟ تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة الصدمة اللي حصلت. طيب يا دكتور، هي كويسة دلوقتي ولا حالتها إيه؟ طمنا عليها. لا اطمن، هتبقى كويسة إن شاء الله. أشكرك جدا يا دكتور. ما لقيتيش غير جوزي يا رضوى وتتجوزيه، يا ريتني ما شفتك. والله العظيم يا أميرة أنا ما كنتش أعرف إن مصطفى جوزك، وبعدين أنا لما كلمتك وقلت لك إن متقدم لي عريس وإن هو متجوز، أنت ما كانش عندك أي اعتراض. الغلط مش عندك أنت، الغلط عنده هو. أنا كنت استحالة أفكر إن مصطفى يعمل كده، بس أنا فعلا مصدومة. مصدومة من إيه يا أميرة؟ ما كانش كلامك معايا كده، ما انت اللي طلبت مني ان اتجوز وكلمتك ساعتها في الموضوع ده وقلت لك نفسي اكون اب. انت اللي طلبت مني اعمل كده، وبجد انا ما كنتش اعرف انها اختك، وانا غلطت وهصلح غلطتي، وعشان اصلح غلطتي انت طالق يا رضوى، طالق بالتلاتة. أنا ماليش بركة غير مراتي. وأنا مش زعلانة خالص يا مصطفى إنك طلقتني، كفاية عندي إن أنا رجعت لحضن أختي. ربنا يخليكم لبعض. يا رب يا مصطفى. بستنى رأيكم في الكومنتات، لأن رأيكم يهمني جدا، ويا ريت يا جماعة تعملوا شير توصلوا الفيديو ده لأكبر عدد ممكن من الناس. شجعوني أنزل لكم فيديوهات باستمرار، اللي ينفذ يصلى على النبي ويكتب تم في الكومنتات، وبشكر كل إخواتي على الدعم المستمر.